قمنا بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الأولى، كانت زيارة خاصة للالتقاء برجال سياسة ورجال اقتصاد، عدد منهم من نعرفه في السابق من وقت رئاسة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون اللي قابلناه في عام 1999. وطبعا انقطعت العلاقة بيني وبين الحكومة الأمريكية من بعد رئاسة بيل كلينتون، لكن بعض الرجالات في الحزبين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي الأمريكي، كنا على اتصال وثيق بهم، سواء لما كنا في رأس الخيمة أو كنا في عمان ولما عدنا إلى الدولة. فطبعا قمنا بالزيارة الأولى مثل ما ذكرت للتعرف ولإعادة وتمتين العلاقة اللي تربطنا كشخص وتربطنا كإمارة في ظل دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة وقانونها ودستورها وكل الأمور اللي تأتي فيما يتعلق بالخط السليم، الخط السوي في اتصالنا وصلاحيتنا كإمارة، وصلاحيتي شخصيا كولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بموجب مرسوم صاحب السمو الوالد الذي أعاد المنصب إلي في 2004. وهذا ليس خافي عليكم، وكلكم قد سبق واطلعتم عليه، وكنا نعالج الموضوع بين فترة وأخرى مع القيادة السياسية في دولتنا.